اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي اهل مصر في محافظه الغربيه. احنا النهارده زي ما احنا شايفين في افتكاسه جديده في افتكاسات الافراح بديله للخنطور والزفه البلدي الموجوده في مدينه في قرى او مدن الغربيه. زي ما احنا شايفين ده اسمه توك توك الزفه، شكله مختلف كتير جدا عن التكاتك العاديه. ده بيستخدم في الزفه في القرى، ده الاول من نوعه بيستخدم في الكرة هنا في مركز المحلة الكبرى. زي ما احنا شايفين كده شكله مختلف. هنتكلم مع الشاب اللي ابتكر الفكرة دي. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا. كل سنة وانت طيب. تعرفنا بقى على نفسك. اسامة عربي. لو ينفع استاذ اسامة يعني حتى تركب توك توك وهنتكلم مع بعض. عرفنا بنفسك. اسامة عربي من قرية شيرين البلد. تمام. استاذ اسامة حضرتك خريج ايه اصلا؟ دبلوم تجاره. جات لك منين بقى فكره التوك توك او توك توك الزفه دي؟ والله الفكره ان انا كنت سايق توك توك اصلا من البدايه. فالفكره ان انا مثلا دي حاجه شغال فيها بقالي كام سنه، حبيت ان انا اعدل حاجه انها تزود الدخل وفي نفس الوقت تكون ميسره على الشباب وميسره على الزواج. عندك كام سنه طيب؟ عندي 27 سنه. 27 شغال بقالك قد ايه في سواقه التكاتك؟ انا عندي 9 سنين. ده انت صغير قوي. تمام. والدي متوفي من وانا عندي 4 سنين، فكنت من وانا عندي 9 سنين. ربنا يعينك يا رب. والنهارده على فكره عيد العمال، يعني انت المفروض ان انت يتم تكريمك في عيد العمال، شغال من وانت 9 سنين. الحمد لله. ربنا يعينك يا رب. تمام، هتحكي لنا بقى جات لك الفكره ازاي وابتديت تنفذها ازاي؟ الفكره ان انا مثلا كنت قاعد مع اصحابي فقلت الفرح، انا كنت ناوي الفكره ان انا تبقى فرح، بدايه فرحي. فرحك انت؟ تخاطب بقى ولا لسه؟ لا ده انا متجوز معايا محمود. ربنا يبارك لك. بقالي 3 سنين. قلت لاصحابي ان انا عايز اعمل موضوع، اعمل توك توك اغير شكله واغير معلمه وادخله في الموضوع ده. تدخله في موضوع الزفه. ويبقى اول فرح ليا انا. تمام. عشان الناس تعرف الفكره وفي نفس الوقت الفكره تشتغل. تمام. في اللي قال لي كويسه، بس كان الوقت وقتها دخلت على الفرح فالفلوس ما كانتش تكمل ان انا اعمل. الظروف ما سمحتش ان انت تعمل الفكره. انا الفرح اعمل الفكره في نفس الوقت. تمام. فاستنيت سنه واثنين وثلاثه لحد ما بدات، مثلا قلت ان انا هاجي قبل رمضان ده، قبل رمضان ده بشهر. قلت ان انا هتوكل على الله واجيب المكنه وابدا بقى ان انا اسس فيه. اتكلفت معاك كام بقى؟ يعني من 50 ل 60. طيب التوك توك ده كان توك توك جديد وشغال ولا كان قدره؟ كان عطلان واقف جنب الحيط. جبته بدات ان انا اطلع على سمكري وميكانيكي وكهربائي، كل واحد قعدت عنده حوالي اسبوع. اسبوع. تمام. حد شاركك في الفكره دي؟ ليا اصحاب كانوا معايا في الموضوع، والصنايعيه اللي انا رحت لهم في صنايع زود حاجه في دماغي، في صنايع اقلل حاجه. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ان انا الفكره ديت ان انا كنت عايز اكمل دول واقفين شويه عن كده، صنايعي تاني قال لي لا خلي المساحه القصيره تبقى كويسه معايا. في اللي كان بيقول لي حط برميل، بس انا كانت فكره في دماغي ان انا مش هحط ده. انت عايزه زي كابورليه المفتوحه؟ كابورليه المفتوحه. ممكن بقى الفكره انها تتطور بعد كده تكمل الجزء الثاني، هيبقى نص تكمله بس. نص تكمله. تمام. في بقى انت شايف الاقبال من الناس عامل ازاي؟ الناس اول ما شافته، والله الناس اول ما شافته زي ما حضرتك شايفه كده، ممكن هتلاقي كل اللي معدي بيستغرب اللي ماشي بيبص عليه. طلعت بيه افراح قبل كده؟ طلعت 3 افراح هنا في المنطقه. هنا في المنطقه 3 افراح. في ناس بقى بتجيلك، في ناس هنتك على الفكره دي؟ معايا حجوزات، واكيد في طبعا في اصحاب ليا. بيتم الحجز كمان. طيب الزفه عباره عن ايه بقى؟ الزفه عباره عن ان احنا بنقف من هنا كده من بدايه البلد، مدخل القريه. العريس بيجي بيركب هو العروسه، بتمشي معاهم بقى جوه لحد ما تمشي في البلد هناك وترجع لنفس النقطه بتاعتك تاني. التكلفة بتبقى قد ايه مثلا؟ التكلفة انا في البلد 300 جنيه. 300 زي زفة اي عروسة عادية، وممكن توديهم المكان وتجيبهم زي الحنطور، بس ده مختلف. تمام زي الفل. طيب معلش بقى هتنزل بقى وتقول لي انت ايه حاطط هنا، ايه الاضاءة، نظام الاضاءة، ايه الزيادة، فاهمني؟ من فوق كده معروف ان طبعا بيبقى فينا حاجب ازاز. الحاجب الازاز اللي بيبقى فوق. تمام. هنا كان المفروض يبقى في رفرف، انا مش شايله وحاطط حاجات شكلها يعني زي زينه كده تخلي شكله حلو. تمام زي الفل. في نظام بقى صوت واضاءه وكده؟ الاضاءه كلها متداريه عشان الاطفال. يعني ده طبلهات اسمها طبلهات نور. يعني ده اصلا لما بيجي يشتغل بينور. تلاقي غير بالنهار خالص. تمام. ده بينور الناحيه اللي عندك، اي حاجه فيها صوره تلاقيها بتنور. تمام زي الفل. يعني التوك توك كله عموما.
وهنا بقى ده زي مكان الكوشه العريس والعروسه بيقعدوا هنا. والسماعات من جوه من هنا. السماعات دي انت عامل نظام سماعات من هنا اللي هو نظام الصوت هنا وهنا. هنا وهنا. تمام زي الفل. كذلك الكوشه دي نظام الكوشه. والكوشه دي برضو نفس الحكايه. ليه؟ يعني عايز اعرف بقى ايه احسن تعليق جالك على موضوع التوك توك الزفه؟ من ناحيه احسن تعليق سمعته حاجه شجعتك. والله اللي شجعني الناس اللي بتدعي. يعني كفايه ان انا بص في التعليقات الاقي واحد مثلا يقول ربنا يزيدك، ربنا يعينك، ربنا يكملها لك كده يعني. ربنا يصلح لك الحال يا رب. وانت ناوي ان انت تكبر الفكره دي وتزودها ولا هتبتدي تشوف دنيتك فيها ايه الاول؟ ناوي ازود ان شاء الله. ايه رايك؟ ايه رايك؟ حلو؟ حلو؟ جميل؟ لا 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 ما صورتكيش ما تخافيش. ماشي شكرا يا استاذ اسامه، شكرا ليك وبالتوفيق، ربنا يوفقك يا رب. وفكره حلوه جدا. وزي ما انتم شايفين كده توك توك الزفه افتكاسه جديده من افتكاسات اهالي الغربيه للافراح والسعاده. احنا بنقدر نصنع من اقل وابسط الامكانيات حاجه تساعدنا. شكرا لكم مشاهدينا اهل مصر في محافظه الغربيه، كان معاكم شيماء.